مشاهدينا الأكاديمي رجعنا وياكم ووصلنا معكم إلى فقرات يا هلا في الضيف. على مدى العقود الماضية مر العراق بظروف لم تسمح للكثير من العقول المبدعة من أبنائها وبناتها بتنمية مواهبهم والتميز بمهنهم تحديدا. وحتى بعد عام 2003 واجهت المرأة العراقية العديد من العراقيل وكذلك المعوقات وعلى جميع الأصعدة. على الرغم من ذلك ظهرت إلى أسطح الكثير من النساء المتميزات في مجال عملهن، ومن النساء المتميزات العراقيات التي ستكون ضيفتنا اليوم هي نادية عبد الكريم، امرأة عراقية لأم خليجية الجنسية نجحت وتميزت في مجال تخصصها العلمي والطبي، فهي الباحثة العلمية المختصة في مجال علم العقاقير النباتية وكذلك مخترعة وحاصلة على شهادة من معهد الصيدلة من لبنان، وحصل على براءة الاختراع في الطب البديل والعلاجات الطبية والعقاقير العشبية، وصاحبة شركة صناعية للمستحضرات العشبية ورئيسة الباحثين وصاحبة الفكرة الأساسية. توصلت إلى عدة اختراعات متخصصة في مجال علم العقاقير النباتية. إذن مشاهدين الأكارم سنتحدث معها عن أهم ما توصلت إليه من اختراع طبي مهم غير مسبوق. لذلك أرحب بضيفتي الكريمة الست نادية، يسعد أوقاتك. سعيدين بهذا اللقاء اللي رح يكون مفعم بالحيوية والمعلومات. حبيبة قلبي، شكرا على هالمقدمة الجميلة، شكرا على الاستضافة. كل الهلا. بس عفوا تصحيحا للمعلومة، يعني حسيتش أنه تريدين صححين فتشي؟ نعم. إذا غلطت تمشي فألش حرية التصحيح. لا حشاكي من الغلط، بس كل إنسان يعني سبحان الله يسهب بعض الأحيان. ماكو مشكلة، جزء أن احنا نفتقر إلى معلومة. أني عراقية الأصل وأفتخر أني أني عراقية، وأصلنا احنا من الخليج واحنا أمة عربية واحدة، واحنا رسالتنا أكيد رسالة إنسانية. ماكو فرق ما بيننا، ماكو فرق احنا أكيد. يعني بصراحة أكيد تحياتنا لك. وأحمل الجنسية الخليجية والخليج إلى فضل علي مثل ما العراق إلى فضل علي. وأني إذا أنكر بلدي الأم العراق راح أنكر البلد اللي أحمل جنسيتها. فأني كل احترام وتقدير وحب لبلدي الأم العراق وللبلد اللي احمل جنسيتها. اكيد العراق فخور بيك والخليج فخور بيك، لانه الخليج احتضنك والعراق اكيد ايضا يعني ان شاء الله راح يكون الحامل يعني الاساسي لهذه هذا الابداع. يعني اسمحي لي يعني اوصف العراق بامي. الله. والخليج ابويا، وماكو واحد يستغني عن امه طبعا، ولا احد يقدر يستغني عن ابوه. حلو. طيب بما أنه تحدثنا عن الأم والأب، وأكيد هم يعتبرون القدوة الأساسية في حياتنا وهم صاحبين الفضل بمشوارنا ودعمنا بهذه الحياة وحتى بمجال دراستنا، بالبداية احنا حابين أول شيء نعرف طبيعة زيارتك للعراق بعد هذا الغياب الطويل اللي غبتي عن أمك وهسه رجعتي للأم. نعم، احنا ما نقدر نستغني عن العراق. العراق هو بلد الحضارات للكل. لا. حتى الشعب الخليجي يعني للأمانة أنا عشت يعني بيناتهم، شعب محب للعراق. يعني أنا ما أريد أستطرق الأمور أخرى، بس يعني بعض يعني الشخصيات أو بعض يعني مثل ما نقول يعني الناس لا تمثل كل الخليج. أكيد طبعا، يعني بالعكس الخليج شعب محب للعراقيين. طيب هذه الزيارة أكيد راح تتكلل بمعلومات طبية وبأبحاث جدا مهمة، وإن شاء الله يا ربي تلاقين الدعم الحقيقي اليوم اللي يخدم المواطن العراقي بالدرجة الأولى. نعم. وخاصة للأشخاص اليوم اللي يعانون من الأمراض السرطانية سواء للنساء وحتى الرجال. لكن أريد نتكلم عن الجانب الأهم، هي رحلتك بمجال البحث الطبي والمعلوماتي. حابة أترك لك فسحة من الحديث حتى تعرفين أكثر عن هذه الرحلة الشاقة. نعم طبعا، آلي يعني قصة كلش طويلة بصراحة، اختصرتها بكتاب اسمه حكايات امرأة، يعني امرأة خليجية عراقية. حلو. بسبب الحروب والظروف يعني اللي مرينا بيها، يعني فئة كبيرة من المجتمع ما قدرت يعني تحقق طموحاتها. نعم. وخصوصا أنا بنت الجنوب، يعني فكان الجنوب يعني مر بهواية يعني هواية حروب، يعني كان هو متصدي الوحيد مثل ما نقول، يعني
يعني طيب فما قدرت يعني أكمل بصراحة، تزوجت صغيرة، بس كان عندي شغف وحب للعلم، للعلم وللدراسة، وكنت من الأوائل آني بالمدرسة. تزوجت صغيرة يعني عمري ما يتجاوز يعني 16 سنة. قاصر يعني ضمن القاصر. نعم نعم نعم، بسبب يعني الظروف اللي مر بها العراق يعني اوكي بعد الاضطهاد اللي عاشه يعني الجنوب وابناء الجنوب يعني. طيب الحمد لله على كل حال، ف يعني صار نصيبي طبعا بالخليج والحمد لله يعني اكثر. طيب. من 10 سنوات تكللت الرحله البحثيه تحديدا، ما قدرت اكمل دراستي، رجعت بعد سنين يعني بعد يعني زواج 17 سنه رجعت كملت اللي اقدر اكمله وادرسه اللي هو رجعت للعراق كملتي ولا بالخليج؟ لا اكيد بالعراق كملت. يعني رجعت للعراق كملت. طيب العراق لا يتنازل عن ابنائه اكيد. يعني بصراحه مع احتراماتي يعني الكل يعني لكل الدول. الحمد لله رجعت يعني اخذت يعني شهاده يعني في مجال الصيدله. حلو. طبعا دبلوم مهني ايضا هو كدوره مكثفه يعني خلاصه يعني يعني الصيدله، بس اني طبعا يعني ابقى اتعلم من اخواني الصيادله، وهو اساس العلم يعني فد بحر بحر. وحتى التخصصات كل الصعبه، والدليل انه لما يعني واحد يكتشف علاج ما يقولون اكتشفه مثلا الشخص الوحده، لا دائما يقولون انه مجموعه من العلماء او فريق من العلماء. نعم. اللي يدخل بيها يعني الكيميائي والبيولوجي والدكتور البيطري يعني والمشرف. طيب. طبعا البحث اللي توصلتي له. نعم. حتى لا يداهمنا. نعم. الوقت نريد نعرف زبده الموضوع اكثر حتى المشاهد ايضا. نعم. يستفاد البحث. نعم. اللي توصلتي له. نعم. شنو هي سلسله ابحاث؟ الحمد لله وهذا فضل من رب العالمين، وليس بحث واحد هو. جيد. سلسله. نعم. ابحاث طبعا هو الموضوع كل الابحاث تجي بالصدفه. حتى اللي اكتشف البنسلين طبعا بالصدفة يعني. طيب. بصراحة كل العالم تعرف قصته. الاكتشاف هو أني عندي حب، عندي شغف حب التعلم، يعني أحس أنه أني أريد أتعلم، ما سمحت لظروف أنه أني أكمل. طيب. وما زلت يعني ما زلت أنا تلميذة يعني وأتعلم من الأساتذة والدكاترة، ويعني وأني أشتري المعلومة، أني أهاجر وأسافر في سبيل يعني يعني اقعد يعني بصراحه على باب المشرف في سبيل اني اخذ من عنده المعلومه. زين احشي لي على الابحاث اللي توصلتي لها، مجموعه الابحاث هي اللي تخص مرضى السرطان. نعم. وبالتحديد اختاريتي فئه النساء. بس مرضى السرطان هو يعني كان هذا الموضوع يعني ما حاطينه ببالنا، خصوصا يعني ابنيه ما عاد هذيك الامكانيات، هم بروفيسورات ودا يبحثون من سنين ما وصلوا لهذا الشيء، بس يعني سبحان ربي الكريم انه يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله. نعم. النيه طيبه، وانا اتمنى الخير للجميع ولكل اخواني الباحثين في هذا المجال، لان احنا بالاخير احنا رسالتنا انسانيه. طبعا هو كان البحث الرئيسي والاساسي هو على فيروس، طبعا هذا الفيروس هو ايضا ما الى علاج، وهي من اصعب الاكتشافات هي الاكتشافات الفيروسيه. نعم. والاصعب انه احنا ما عندنا بالوطن العربي مختبرات يعني لتشخيص يعني والدراسه على هاي الفيروسات. وخصوصا العراق طبعا، لانه بحرب التسعين اعتقد انه اكو حظر على العلماء العراقيين من هذا الجانب. نعم. طيب حدثينا اكثر عن طبيعه هذه. نعم. الابحاث وفائدتها اليوم. نعم. كيف اليوم ممكن نعزز وجود هذه الابحاث ونستفاد من عندها في مجال مكافحه الامراض، وخاصه الامراض التي يصعب توفير العلاجات لها؟ ان شاء الله. طبعا هو اي بحث ما يعني ما يخلص بيوم وليله، وحتى ينطرح الدواء ياخذ سلسله كلش طويله من التجارب، من الابحاث، من الجهد، من الامكانيات. فبصراحه اني يعني بحثي كله تمويل ذاتي. نعم. وجهد واجتهاد شخصي يعني بصراحه. ف يعني المسيره اللي امشي بيها نقدر نقول بسنه اقعد بيها يمكن سنتين ثلاثه. ليش؟ لانه ماكو دعم. طيب. ماكو دعم.
شنو الدعم اليوم اللي تطلبيه من الجهات نعم. المعنية والمختصة بمجال الصحة نعم. وحتى بمجال الأبحاث الطبية؟ شنو الرسالة اليوم اللي تحبين توجهيها، وبنفس الوقت نعم. شنو الفائدة الأساسية اليوم من هذه الأبحاث نعم. ومدى أهميتها ووجودها داخل البلد، وكيف اليوم راح تفيد نعم. الآخرين؟ طبعا يمكن أنا أقل وحدة بالمجتمع، إحنا عندنا علماء فطاحلة عندهم اكتشافات وأبحاث، بس مع الأسف يعني ماكو استثمار للعقول، ماكو استثمار للبراءات، يعني ما في يعني قد مرجع قوي لهذا الموضوع. حتى في دول الخليج بصراحة يعني ما يعني حسب يعني تنقلاتي وخبرتي، يعني مو بس العراق، بعد جائحة فيروس كورونا صار شوية أكو اهتمام، صاروا يوضعون يعني صناديق للأبحاث للأمور الطارئة، الجائحات العالمية اللي تصير، الاهتمام بالباحثين. بس بعد يعني أنا قطعت مشوار واعتمدت على نفسي طبعا بعد الله، يعني ما نستغني عن رب العالمين. نعم بالله. ماكو دعم، يعني لا مختبرات متقدمة عندنا، لا جهة مرجع عندنا نرجع له، يعني احنا ما عندنا مرجع يكون حلقة وصل بيننا وبين مثلا يعني الدولة، بيننا وبين مثلا يعني رجال الأعمال. احنا نريد كمرجع توجد طيب. جمعية عفوا للمخترعين، بس يعني مهامها جدا يعني بسيطة، بس مجرد تنظيم المعارض. يعني نتمنى أنه يعني الدولة تدعم جميع أخواني وخواتي المخترعين، وطبعا أرجع وأقول أنا أقل وحدة بيهم، يعني أما أتيت من العلم لا قليل. إن شاء الله يا رب يعني فعلا تكون أكو اليوم رسالة محببة للجهات اللي تحب تقدم نعم. الاهتمام بمجال الباحثين نعم. طيب أنا أتمنى تحدثين أكثر عن طبيعة هذا البحث نعم. بتفصيل نعم. تحديدا، وخاصة هذا البحث الأساسي طبعا يتجه إلى مجال المواد العشبية أو النباتية نعم. بالتحديد. طبعا هي حتى في توصيات من منظمة الصحة العالمية يعني موجودة على الإنترنت، يعني المتمثلة بمديرتها الدكتورة مارغريت، يعني هي توصي أنه هذا الطب التقليدي أو التكميلي حسب المسمى، يعني حسب كل دولة أو البديل هو يعني طب يعني عريق ولا استقناع عنه، وأثبت يعني فعاليته وأثبت يعني إمكانيته في فيروس جائحة كورونا، يعني تقوية جهاز المناعة عن طريق بعض العشبات وبعض يعني مثل الحبة السوداء يعني كمثال، يعني مثل الشيح يعني أيضا يعني ما شاء الله، يعني أكو دراسات وأكو يعني ناس جربت، بس إحنا ما نقدر نجزم ونقول لأنه مدى يفتحون المجال لهذا الموضوع، يعني ما في مثلا يعني مراكز أبحاث يستقطبون الباحثين. هسه مو أي باحث، يعني الباحث اللي عنده يعني أقل شيء عنده براءة اختراع مثلا، يعني هذا إنسان واصل طور البحث مالته اهتموا به. مع الأسف يعني مع السؤال هنا اللي ينثار والكثير يمكن اليوم دي يسألون، راح يقولون نعم. هذه الأبحاث راح تعالج شنو من الأمراض، أي نوع من أمراض الكانسر اليوم اللي راح تعالج؟ نعم نعم بس عفوا يعني أنا حاب أحكي لك إياها يعني متسلسلة حتى المشاهد يعني يعرف إنه إحنا شلون توصلنا بحكم الوقت، يعني حتى نتمنى إنه نستثمره بطريقة صح. حبيبة قلبي، من ناحية الفيروس طبعا هو يعني إحنا ما كانت يعني توجهنا على الأبحاث السرطانية، بس لأنه هذا الفيروس هو يعمل عدة سرطانات، وبالدرجة الأولى هي المرأة الضحية وهو الموت الصامت، اللي أعتقد الدكاترة النسائية يعني تحياتي لهم، يعني خواتي وأمهاتي، فهم يعرفون هذا الموضوع، يعني فلازم يعني يكون وعي طبعا عند المرأة أنه كل فترة أقل شيء كل 6 أشهر تروح تسوي فد فحصة، يعني فحص مسحة من عنق الرحم، تشوف لأنه ساعات يعني يصير المرض يعني على غفلة مثل ما نقول، بس هو كان أكو احتضان سابق لهذا الفيروس، هو ما يظهر على الجلد، يعني أكو فيروس يولد هذا طبعا المرض. يحول الخلايا الطبيعية المخاطية إلى خلايا مسرطنة ويلعب بالدي أن أي هذا الفيروس، فهو المسبب الأساسي إلى سرطان عنق الرحم. فإحنا بناء على هذا الاختراع والاكتشاف
والحمد لله طبعا يعني سويت عقد مع الجامعة الأمريكية لأنه بصراحة ما احتضنتني مع احتراماتي لكل جامعاتنا بالعراق ومسؤوليها. القرار لا يدعم الباحث الخارجي أنه يجي يعني ويوثق أبحاثه في الجامعات العراقية أو حتى الخليجية، يعني حسب علمي يعني من 2015 إلا إذا كان دكتور أكاديمي أو طالب طبية. اي فاني يعني تخصصي يختلف بس انا عندي شغف في يعني في هذا البحث وهذا المجال. نعم. فمن اجيت مقبله وقالوا مقبله واعتذروا، فبصراحه حتى بالخليج بدون تحديد يعني يعني رحت جامعه اتصلت كمان يعني حاضنه قالوا ما نقدر يعني ما عندنا يعني امكانيه او ما عندنا يعني ما عندنا يعني فت قوانين يعني يعني الشر انه انت هي اللي احتضنتك. وين رحت؟ فما ايست الحمد لله يعني بعت اللي عندي والما عندي مثل ما نقول بالعاميه، ومن حبي وشغفي في الابحاث واعتبرته فصدقه جاريه يعني في سبيل الله، لانه الانسان لازم يحط له فت بصمه في الحياه. الجامعة الأمريكية استثمرت هذا طبعاً البحث؟ طبعاً طبعاً ما قبلت يعني استثمرتني طبعاً واحتوتني، وأنا أوجه لهم كل تحية الشكر يعني بصراحة. وأنا احتضني لبنان مع الأسف يعني يعني أقولها، لا بلدي العراق اللي احتضني ولا تجارة ولا مسؤولين، أنا احتضني لبنان، احتضنوني يعني بالإمكانيات اللي قدروا يوفروها إلي كجامعة وطبعاً بفلوس، أهم شيء هم آمنوا وفكرتي آمنة وفكرتي. أنا بالعراق وبالخليج ما آمنة وفكرتي يعني، لأنه أنا مو طالبة طبية ولا أنا دكتورة، بس أحب أوجه رسالة وأقول أنه العلم ما يقتصر على طالب أو على أستاذ، والدليل الباحث هو دكاترة وهم دا يبحثون، هذا الدليل يعني هو البحث أساس العلم. البحث هو أساس العلم. طيب. فالحمد لله احتواني لبنان واحتواني مشرف يعني عالم من علماء لبنان طبعاً، بعد تجربة بسيطة قال لي مقابل يعني مبالغ مادية طبعاً مو بسيطة، لأن الجامعة هي جامعة معروفة من يعني أهم الجامعات بالشرق الأوسط وحتى تكاليفها عالية، فحبينا نجرب من يعني يعني الخلايا اللي محولها هذا الفيروس إلى خلايا مسرطنة، أريد نشوف مدى تأثير هاي المستخلصات على الخلايا. فالحمد لله هنا أجتني المفاجأة وفضل من رب العالمين. المستخلصات هي العلاجية اللي توصلت لها، المستخلصات النباتية اللي هي العقاقير النباتية احنا نسميها أو التركيبة اللي هو العلاج. العلاج اي احنا ما نقدر نقول هسه علاج لأنه احنا بعدنا ما كملنا الدراسات بمسمى بس احنا وصلنا الحمد لله مراحل مبشرة والطمئن، ونتمنى يعني الدعم كانت تكون نتائج إيجابية. لا الحمد لله الحمد لله، هذا تقرير طبعا طبعا هاي حتى رسالة يعني من ال هاي مجموعة تقارير التقرير يعني رسالة للقناة آني أكو تقرير يثبت يعني الحمد لله باسمي طبعا يثبت انه مدى تاثير مسار الخلايا يعني والتركيبه على مسار الخلايا. طبعا قتلت بالموت المبرمج، وهي اهم شيء انها ما قتلت الخلايا السليمه او بس مثل ما نقول يعني الخبيثه، استهدف الامراض السرطانيه بالتحديد بس الخليه الخبيثه مثل ما نقول والعياذ بالله، والله ينجينا وينجي امه محمد. فهذا فد شيء حلو يعني يعني بصراحه يعني هذه العلاجات تختلف عن العلاجات الكيميائيه اليوم اللي بيقدمها الاشخاص المصابين اللي تدمر الجسم بالكامل. اكيد اكيد اكيد. واني يعني حزينه ومكتئبه لاني ما قادره اوصل رسالتي، ما عجزت توصل يا ربي. لا لا يعني ما قادره لان الموضوع مو سهل سي الزهراء، الموضوع مو سهل، الموضوع يحتاج لتدخل دول، هذا مشروع دولة، هذا مو مشروع إنسانة بسيطة يعني مثلي. أنا زين ومني وصلت لهذا الشيء، وأنا مو دكتورة ولا بروفيسورة مثل ما البعض يستهزئ، وأنا أفتخر أنه أنا مو دكتورة ولا بروفيسورة، أنا مجرد باحثة بسيطة اجتهدت وكافحت وضحت بأموالها وضحت بأولادها وبأسرتها في سبيل توصل رسالة، فالله يجعلها صدقة جارية إن شاء الله يعني إلي والوالدي والكل إنسان يساهم في هذا المشروع وبإيصاله
وبنشرة وبجلب المستثمرين. يعني قد تكون الدولة تستثمر، احنا يعني ليش نطور البحث؟ يعني بركت الله يعني انه هذا اللقاء هو يكون خير عليك ان شاء الله، يعني ممكن الدولة نسمع حديثنا لهذا اليوم. اللهم امين. نكتشف طبعا هذا بينقذ نسل يعني، يعني واحد ينقذ نسل يعني، يعني تعرفين سرطان يعني عنق الرحم يعني يعني هو من أخطر الأمراض اللي ممكن يصيب السيدات، وبالتالي ممكن وحتى للمبايض إحنا أيضا مكتشفين أيضا علاج يعني بسم الله ما شاء الله أكثر من 8 يعني صارت الجامعة لها واهس إنها تجرب هالمستخلصات، لأن تقول إحنا ما شفنا مستخلصات. طيب قلتي 7 علاجات، إحنا تحدثنا عن سرطان عنق الرحم والمبايض والقولون والبنكرياس ويعني كذا يعني نتائج يعني ما شاء الله، وكلها بها تقارير موثقة. صاني ما أقدر أبرز هاي التقارير وأنشرها إلا للشخص المعني أو للجهة المعنية. تخافين أنه تنسرق هذه طبعاً الأبحاث؟ طبعاً 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 تعرضت للسرقة وما زلت معرضة للسرقة، والدليل أنه أنا هاي براءاتي مدى أحكي يعني من عبث. أول شيء هذا بحثي أني حاصل على المكتب الأوروبي، البحث مالتي واحد من البحوث مالتي، طبعاً أنا بطلت أنشر بصراحة. من أي سرقت هذه الأبحاث؟ انسرقت من خلال مع احتراماتي للمختبرات الأهلية، من بعض المختبرات الأهلية، لأنهم يشوفون النتائج ينبهرون. وتعرفين هو اللي يشتغل طبعا مو اني ولا حتى المشرف، اللي يشتغل هو بيولوجي. فيعني مع احتراماتي لاخواني البيولوجيين، فقد الانسان يطمع يعني، قد الانسان يطمع يعني بالنتائج، خصوصا هو الدكتور يبحث عن السمعه العلميه اكثر يمكن من الماديه، فيمكن هو يريدها بس إلى، خصوصا انه يستهضم انه شلون هاي الانسان انها مو دكتوره بالطب ولا هي يعني ما مخلصه الا شيء بسيط بمجال الصيدله، شلون هي. وفعلا أنا تحاربت وعندي يعني ناس يعني شاهدة على هذا الموضوع، يعني هو دكتور وأمنته وقعت وياه عقد وقلت له أني يعني أريدك يعني، يعني وطيتها نسبة أني أيضا لأن ما عندي أموال بعد أطي، بس لأنه شاف البحث وشافني إنسانة ما أقولش ضعيفة، لا والله أنا قوتي أستمدها من رب العالمين، هو القوي رب العالمين. ف يعني فحاول يستقل طيبتي وانه اني ثقيت بي، وحتى ما اعترف بالعقد، وصوري بعد ما شاف النتائج يقول لي جيب العقد اريد الغيه، قلت له ليش؟ اعطيني سبب. يقول لي بعد ما يعجبني اشتغل وياك، قلت له بعد ما اني كشفت اسراري وطيتك يعني المستخلصات وكل النتائج حتى المشتغلتها اني في اماكن اخرى، لانه هو البحث كل جزء من عنده يعني. طبعا انا رئيسه باحثين، انا صاحبه الفكره وهذا فضل من الله، ورئيسه الباحثين واوزع المهام، لان انا استطرقت لك قلت لك البحث واحد الوحده ما يقدر سنة. يعني لازم انه احنا نكون فريق، فكل فريق انا اعطيه مهمه معينه. يعني هو سلسله متواصله. نعم اكيد احنا مجموعه طبعا، بس كل واحد له فجزئيه معينه من البحث. بس انت الهرم الاعلى اللي خاص بهم اللي تنطيهم هو رب العالمين. اي اكيد الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين، وفضل كله من رب العالمين اللي زرع بك هذه الموهبه وهذه الامكانيه. حبيبتي حبيبتي اللي والله انا متأذية من هذا الموضوع، واني يعني اتمنى انه الله يوفقني يعني مستثمر، وقد تكون دوله يعني انا، وقد يكون يعني يعني رجال اعمال، قد يكون مصنع، لانه حابه اطور واسبق يعني يعني اللي هو يريد يسبقني به. فتمكرون وتمكرون والله خير الماكرين، وثقتي بالله كلش كبيره. يعني انا اتمنى فعلا اليوم خاصه انه احنا في بلدنا بالعراق في مع الاسف كثره هذه الامراض، ومشكله العالم من يكون مع احتراماتي يعني لحضرتك وللمشاهدين من يكون فاسد وسارق، مشكله لانه يدخل لك بمداخل ما تقد يعني يقنعك. بس اني عندي شيء واحد، والدليل انه هو جاب لي كتاب يقول انت ماخذه المستخلصات من الكتاب. اني اول بنيه بدون يعني يعني مبالغه تجمع هاي مجموعة من المستخلصات النباتية بتراكيز معينة. نعم. ويحصل حتى البحث مالتي على أقوى المكاتب في العالم اللي هو المكتب الأوروبي. المكتب الأوروبي لتقييم الأبحاث. وطبعا الفضل للدولة الخليجية اللي دعمتني في بداية مسيرتي. ولا تنسون المعروفة بينكم، أنا ماني جاحدة، بس الظروف يعني علماء العراق هنا ساعدوني. يعني مثل ما أكو ناس يعني حاولت تسرق أبحاثي، لا أكو علماء وقفت وياي ساعدوك. طبعا أكيد، وهم شركائي بالنجاح، وهم أساسا شركائي حتى بالشركة اللي أسسناها إحنا، هم مستشارين وياي، أنا ما أقدر أستغني عنهم، أنا ما زلت تلميذة أتعلم من عندهم. طيب هذه الأبحاث وهذه الاكتشافات، نعم. قد راح تساعد اليوم اللي يعانون من أمراض
السرطان، عافانا وعافاكم الله من هذه الأمراض. هو مو بس السرطان، على انه يشفون. عفوا ست، احنا الفيروس يعني احنا جاهزين للتطبيق الصناعي على علاج الفيروس، احنا عندنا براءة به طبعا، هذه ايضا براءة. يعني هذا الفيروس شلون يجي؟ هذا الفيروس هو يجي عن طريق التعدد الشركاء، العلاقات يعني سوري لا حياء بالعلم، العلاقات الغير شرعية، العلاقات الجنسية يعني بصراحة اللي تكون يعني بطريقة غير شرعية. عن طريق يوصل الفيروس؟ نعم نعم، هاي ما تنتقل إلا عن طريق العلاقات يعني الحميمة بصراحة. يصيب الاثنين ولا يصيب فقط النساء؟ أكيد، بس يصيب الاثنين، بس المرأة أكثر عرضة لهذا الموضوع يعني من الرجل. طبعا هو سبب عدة سرطانات، وهو سلسلة يعني من هو طبعا فيروس الاتش اي في، هو بابلوما فيروس طبعا، هو هذا انا ما نطقت اسمه يعني سوري، يعني هو بالحد هسه ما له علاج، مجرد بس الكي اذا رحتي للدكتورة، اذا مثلا هو انا شلون يعني هو عندي إنسانة كلش عزيزة علي جتها حالة نفسية وانصابت بهذا الفيروس، طبعا هو قلت لك سلسلة اكثر من 150 نوع، في من عنده نوع يعني أربع أنواع هي مسرطنة. نعم. اللي هو الـ 16 والـ 18 طبعًا مسرطن. عفواً أكثر أربع أنواع أكثر انتشارًا. والـ 11 والـ 6 هو فيروس مزعج يعني على المناطق التناسلية يصير، بس هذا مو مسرطن. نعم. ممكن علاجه. ممكن علاجه بالكي، اي بس يرجع بعد فتره يعني فتره الاحتضان، فاحنا العلاج اللي راح نطرحه اللي هو هسه جاهز، وانا حتى حاصله على موافقه من وزاره الصحه لكونها مو مستخلصات عشبيه وداخله بالبحوث الغذائيه. من وزاره الصحه العراقيه حصلتي موافقه؟ اي نعم، وانا تحياتي طبعا المركز الطب التكميلي او البديل اللي طبعا هم يعني عائلتي ومرجعي، وطبعا هم ما اعطوني اياها بسهوله بصراحه، شلعوا قلبي بعد ما قدمت لهم يعني دراسه وأبحاث وبراءة اختراع، والحمد لله هم يعني حتى من دورة عن هاي المستخلصات طلعت هاي المستخلصات هي أساسا داخلة بالبحوث الغذائية، بس هي الفكرة أنه أني يعني جمعتها بتراكيز معينة، هو هنا كان يعني السر أو التقنية بالموضوع، بس الله شاهدني ما أخذتها من أحد والله العظيم. والله العظيم اي والله، يعني اني بحثي اني باحثه يعني جمعت اكثر من عشبه، يعني هي اللي تكون يعني من عندهم نتيجه معينه. نعم، اللي تكون اعرفها اللي هي تشتغل على المعرفة. يعني الفيروسات هي يعني انتيبايوتيك يعني من يعني الاعشاب القويه، فاني حاولت اجمع اكثر من عشبه لانه يعني جاني فد يعني الهام انه قد تطينا فد تفاعل فد يعني تكامل بالعناصر يعني تكون محاربه للامراض. نعم نعم، والحمد لله الحمد لله نجحت يعني وعالجتها البنيه، فمن عالجتها حسيت انه الله حملني امانه. اها، يعني عالجتيها؟ اي لا الحمد لله عالجت. من عدها؟ من تقريبا من 2010 2012، فراسا انا سجلت البراءه، طبعا البراءه بالخليج ما يطوها ايضا بسهوله، والبراءه اللي صادره طبعا هي براءتي الاساسيه، هي صادره يعني من جهه رسميه، طبعا سوري انا ما اقدر اقول اسمها لانه تعرفين يعني لي اسبابي. هي مصنفه على المرتبه 13 على مستوى يعني الوطن العربي. جميل جدا، يعني مو جهه يعني بسيطه انها تعطي يعني براءات بسهوله. هذه واحده من العلاجات اللي عالجتيها انسانه قريبه على حضرتك. نعم. ايضا يوم امس عالجتي بنيه ثانيه. هو طبعا قبل لا اعالج، هو انا ما مسموح لي اعالج بصراحه، بس ممكن تعطيها الاشياء اللي تستخدمها والعلاجات اللي تنتجها له ما يصير. احنا يعني احنا بس العلاج هذا طبعا الفيروس مسموح لي لان انا حاصله على موافقه طبعا به، بس احب اقول لك انه هو لطرح العلاج يحتاج يعني 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 استاجات يعني مراحل. بس من حسن حظي انه انا المستخلصات كلها يعني داخله بالبحوث الصناعيه يعني بالبحوث الغذائيه، فما تحتاج يعني مزيد من الوقت يعني للدراسات، لان هي امنه، بالاضافه الى يعني اني عملت دراسات اضافيه اللي هي دراسه السميه الوراثيه اللي هي السيتوجينيتيك، يعني ما مدى تاثير هاي التركيبه على الدي ان اي، يعني خلينا نحكيها على مود كل العالم يعني يعرفون يعني ما مداها على الدي ان اي. فالحمد لله اكتشفنا بسم الله ما شاء الله انه هاي التركيبه طلعت، هي طبعا جبنا خلايا وصال زرعيه وجبنا طبعا مواد مسرطنه وعرضناها لها، فاكتشفنا انه بسم الله ما شاء الله انه هاي المستخلصات النباتيه طلعت تصحح الخلايا اللي بادي بيها الكانسر. حلو. وتعمل حاجز بين المواد اللي تسبب السرطان، المواد المسرطنه،
وبين الخلية وطلعت ما شاء الله يعني يتعالج وتصحح وتعمل حاجز. إذا هذا يعني فد يعني فشيء جدا مهم، هذا مو بس علاج، هذا وقاية. خصوصا أنا من البصرة وتحياتي لأهلي كل الهلا والشيخ أسعد العيداني، يعني أنا محتاجة وقفتك شيخنا، أنا ما جيتك وأنت طيب ما ترد أحد، وأني والله حتى خجلانة أجيك، فمحتاجة وقفتك. البصرة بيها هي أكثر محافظة معرضة للكاسة. تبكين؟ لا 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 لا، لأنه أنا هواية يعني فقدت ناس بهذا المرض، يعني أنا جدي، عمتي، زوجة أبوي، كلهم إحنا البصرة يعني أم النفط والخير، فأني بنت البصرة أستاهل الدعم إن شاء الله يا ربي. يعني أتمنى فعلا اليوم يعني هذا حتى وقاية، يعني وقاية، وإحنا ممكن يعني فترة قصيرة ممكن النزلة كأنه بروتكشن، وقاية من الكانسر بصفة مكمل غذائي. ليش؟ خاصة عندهم عامل وراثي اليوم طبعاً بالعائلة. طبعاً لا، وإحنا عندنا التلوث، التلوث بسبب النفط والآبار، هاي كلها يعني تعمل يعني مشاكل أمراض سرطانية. محافظة البصرة أكثر. طبعاً البصرة والعمارة على ما أظن والكوت، لأن هي هاي مناطق الجنوب هي يعني معرضة لل يعني ناسها معرضة للكانسر أكثر، لأن حقول نفط وغاز كلها يعني ضارة. أسد زهراء حبيبتي، يعني السكان اللي يكون قريب من الأماكن النفطية والآبار النفطية. نعم، كلها تأيدني بهذا الكلام والدراسات طبعا والإحصائيات. الإحصائيات هي اللي تتكلم مو أنا اللي أتكلم. فإحنا تقريبا عملنا أهم الدراسات الزهراء، يعني إحنا عملنا دراسة السيتوجينيتك اللي هو ما ينزل دواء حتى منظمة الصحة العالمية ما توافق إذا ما موجودة هاي الدراسة، ما مدى تأثير المستخلصات أو غير المستخلصات على مثلا مثل ما نقول بالعامية الحامل، يعني شنو يعني الخلية، الطفرات الجينية، يعني شنو مدى تأثير. الحمد لله طلعت سلامة، يعني المواد النباتية سليمة 100%. مو بس هاي الدراسة تأكد، حتى الدراسة اللي هي يعني التوكسيسيتي اللي هي على الحيوانات، يعني سوري يعني اللي صارت تجربة على الفئران اللي هي من مركز البحوث الصناعية طبعاً. نعم، من مركز البحوث الصناعية، وهاي عندي شهادة طبعاً. أنا أوجه تحية لوزارة الصناعة متمثلة بالمكتب العلمي ومستشارها طبعاً، ما قصر وياي قبل تقريباً سنتين ونص، يعني دعمني ووطى كتاب تعزيز إلى هيئة البحوث، وتحياتي إلى مركز الرازي ولوحدة البحوث البيطرية أيضاً، ما قصروا وياي وسوينا دراسة على الفئران والحمد لله هم أثبتت سلامتها. سلامتها إحنا بس نريد مجال يعني أنه تجارب تكون خصوصا يعني الآن تكون تجارب عفوا يعني على البشر، يعني من خلال الدولة يعني. الآن الوقت إلش توجهين رسالة لكل الجهات اليوم اللي أنت تتبنى فعلا تتبنى هذه الأبحاث، وحتى نحاول قدر الإمكان أن نتخلص من هذا المرض على الأقل نساعد فئة معينة من العالم. والله أنا أوجه رسالة يعني بالدرجة الأولى يعني الشيخي، واللي هو يعني أنا يعني بنت البصرة، ولا رئيس مجلس الوزراء يعني أستاذ محمد السيد محمد أي والله، يعني هو رجل فاضل ورجل ده أشوفه يعني مهتم بصناعة الأدوية، مهتم بأمور هواية. وأوجه طبعا رسالة إلى وزير الصناعة، ممكن أنا هسه أسست حتى شركة الحمد لله، أنا ما استسلمت، يعني قاعدة أشتغل بالإمكانيات اللي عندي، بس كلها على صحتي، على أولادي، يعني على نفسيتي. فأوجه رسالة لوزارة الصحة ووزارة الصناعة، خليهم هم يستثمرون ويانا، هم يطورون البحث ويانا، هم بشرافهم، أنا ما عندي مانع، خلي دخلهم مستثمرين. والسهم طبعا أنا أطرح جزء من الأسهم القيادية بصراحة، يعني للاكتتاب أو للمساهمة، طبعا مش للاكتتاب، للمساهمة حتى أكون دقيقة، لأن أنا إذا مسؤولية محدودة يحق لي 25 شخص يدخل وياي بالشركة، لأن أنا لوحدي بعد ما أقدر، أنا تعبت. أنا لهنا يعني أعتقد أنه ما قصرت أمامكم يا الشعب العراقي ويا الشعب الخليجي، محتاجة دعواتكم، لأنه أنا صرفت كل ما أملك، يعني وصل بي الحال أني هني قاعدة بإيجار، وقاعدة وين؟ قاعدة بكرفان بسطح بناية، ومكتبي بالبناية. أنا ما استحي أقول هذا الشيء، أهم شيء أنه أنا عايشة بشرف وعايشة بكرامة وعندي رسالة إنسانية، وعندي رسالة إنسانية. فأني بعد انهاريت مادياً بصراحة، وحرامات يعني هذا الشغل اللي أنا اشتغلته، يعني فأوجه رسالة أنه الالتفاف إلى المخترعين، إلى استثمروا في عقولنا. أنا عندي حتى ترخيص صناعي لإنشاء معمل، وهو أول معمل على مستوى العراق لإنتاج أدوية يعني من الأعشاب أو الهيربل.
طبعا احنا ما عندنا هاي الثقافه بالعراق، وهو هذا علم يدرس في الجامعات ايضا، يعني بعد التخصص 4 سنوات بالصيدله يتخصص بعلم العقاقير النباتيه، واحنا هذا التخصص عندنا حتى نادر. فرجاء لا يقعدون يستهزئون اعشاب مع اعشاب، لا هذا علم. برغم اليوم ترى صارت عندنا ثقافة موضوعات، لا بعضهم بعض الأخوة الصيادلة، تحياتي طبعا إلى نقابة الصيادلة، لا هو هذا أعشاب وما أعرف شنو، هو صحيح أعشاب وما نعرف إحنا منو اللي اشتغل، هم هم حقهم، بس بالأخير إذا هي الأعشاب يعني بها مجموعة من المستخلصات أو المجاميع الفعالة اللي هي مضر جسمي، بالعكس يشتغل عنصر والباقي ده يصلح بجسمي أيضا، فأني ليش أخاف؟ خصوصا أنا عندي دراسات يعني صح لو غلط الزهره يعني. نعم. بالحقيقه اول شيء انه احنا كلنا فخر وامتنان على الانجاز اللي قدمتي، رغم وما اتيتم من العلم قليله حبيبه قلبي، انه من الاموال وصحتك واولادك. اي والله الاموال فدوه يعني، انا هسه بس اريد الدعاء لانه صحتي بدت يعني، بعد اني عيوني ما عاد اشوف مثل اول، اولادي يعني اولادي ما شايفتهم، ما شايفتهم اولادي يعني، انا رهنت نفسي لهذا المشروع حبيبتي. إيه يعني أمام رسالة إنسانية يعني آني، وحسيت أنه الله حملني إياها، فأسأل الله يأخذ بيدي، وأسأل كل إنسان غيور شريف عنده غيرة على بلده وعلى الأمة العربية ويحب يعني أنه الوطن العربي، أنا أحكي باسم الأمة العربية وليس باسم العراق والخليج، أنه يعني أنه ليش إحنا يعني العلماء الوطن العربي وباحثة آني، ما أقول عليم يعني العليم رب العالمين، ليش ما يعني يستثمرون بينا؟ ليش ما يبرزوننا؟ ليش امريكا واوروبا تاخذ الفاشل حتى تسويه عالم؟ واحنا ليش العالم حتى نسويه فاشل؟ ليش؟ اتمنى ست نادية اليوم رسالتك توصل لكل الجهات المعنيه، ونتمنى فعلا اليوم الاخذ بهذه الكفاءات العلميه اللي حبيبتي. موجوده عندنا بالبلد. شكرا لك ويا ربي الله يوفقك اليوم، لانه انت اكتشفتي شيء راح تعيدين حياة للآخرين خاصة اللي بس عفوا سي الزهراء كلمة أخيرة أني عندي حتى رسالة موجهة من الجامعة الأمريكية وموجهة يعني أتمنى هاي الرسالة لو تعرضونها أكيد كل شيء رح ينعرض طبعا مو أني أزكي نفسي ولا حضرتك هم أنت زكيتيني أني أشكرك على الإطراء الجميل أني عندي تزكية يعني من عالم وبروفيسور من الجامعة الأمريكية مع احتراماتي لكل الجامعات ادعموا نادية يا مسؤولين يا منظمات إنسانية يا أصحاب القرار يا حكوماتنا ادعموا هاي الرسالة وموجودة بتاريخ حتى قديم بس يمكن الغلط بي أنا يمكن كنت خايفة أطلع بالإعلام بس هسه بعد خلاص يعني لازم أطلع ممكن يا ربي هذه الصدفة اللي جمعتنا رغم أنه والله أنا ما متهيئة للقاء بس أنا الخاطر ست هيفاء يعني هي قنعتني بصراحة أي والله قلت لك اليوم أنه تكونين موجودة هنا أي والله يعني هي شجعتني وهي مرأة عراقية وبصراحة يعني أنا كنت رافضة الإعلام نهائيا وأنا ما أحب الشهرة أنا مجرد عندي رسالة أريد أوصلها مجرد رسالة أريد أوصلها فأني ما أزكي نفسي يا ربي توصل نعم. وأني ممتنة لوجودك اليوم حبيبة يعني وشكرا ليش طبعا شكرا لي أيضا مديرة مقر بغداد الست هيفاء لأنه حبيبتي. عرفتنا على حضرتك وأخصت بهذا اللقاء بالتحديد وانطت هذه تسلمين. الفرصة اليوم على أن نوصل هذه الكفاءة العراقية كنا فخر واعتزاز بشو يا ربي هذه تكون فاتحة خير لحضرتك اللهم آمين إن شاء الله أسأل الله التوفيق بحرمة هذا الشهر إن شاء الله إلي ولكل العراقيين ولكل الخليج وحكوماتي اللي تشرف أني يعني بي يعني سواء الحكومة العراقية أو الحكومة الخليجية أني بدكم أكيد شكرا لك نادية إذن مشاهدينا الأكارم أكيد إحنا مستمرين معكم لكن نروح إلى فاصل.